من حبست فدوى؟ أهلين طرفة، خير؟ معلش تعطيني من وقتك خمس دقايق؟ طرفة، عاملتيني شغلتك وعملتك، شو ما وراي غيرك أنا؟ بعدين اللي عندي قلتلك يا، خلصنا بقى. ليش عم طيط عنيني؟ ليش عم طيط عنيني؟ الموضوع إنساني، قصة حياة أو موت. خير شو في؟ امشي معي، امشي معي على الطنيق بشنحنك. طيب بس لا تطفي على الطبخة. الطبخة احتنقت من زمان. امشي. من أي طبخة؟ هيك يا غنيمة، الله يسامحك، كل شيء كنت متوقعه إلا أنه كنت بيورا ضالك قصة حب طويلة عريبة، هذا اللي كنت ماني متوقعه. كسرتي مخاطري، الله يسامحك. شو سامحك؟ إلي الله يضرب الحب شو يزل. حالي بيها الأكلات. السلام عليكم عمي أبو جوزة، كيف رأيك؟ وعليكم السلام، شو جابك انت هيك لحضر؟ انت كيف فوق، كيف صحتك؟ لك شو كيف صحتك؟ ما تدق على الباب ابن أتفوق. لك أنا قلت لحالي بجي بقول لك شغلية. تفضل، شو بدها؟ شو ايش بدي يعني؟ ما بدك يعني أحكي؟ حبيبي شوف، من هلا مالي فاضي لها ومو رايي لك بنوبة، تركني في همي الله يرضى عليك. اشبك يا عمي، تستفل انا جوي الحكي لو سؤال حق اصلا؟ اذا الموضوع بيخصني تفضل احكي. يا سيدي اذا بقول لك عن جد بدي اطير عقلك. لك احكي. محروس مو ناصك، لطفت لي قلبي احكي. والله الموضوع بيخصك كثير بس انا شو هو احكي؟ اذا حكيت بدك تجن. لا خليني جن بس احكي. دنيا. شبه دنيا؟ لك الموضوع بخص دنيا. شو الحكي احكي؟ لك ما بقدر احكي، انا اذا بدي احكي بدي اكون اوكل يعني، بدي توقع ننزل اوكل. لا ترى تعبت لا ارجع لك محروس، لك عرض محروس، والله ارجع لك خلص. لك اخي ما قلتوا حكي خلص. اوه شباب بتعبيتهم كل هدول. ها انت بتحب دعبيل اللبن، انت بتعبيل ليك. ها وانت عم تاكل احكي. انا اكل احكي؟ ايه ما بقدر. لك اجرب. بجرب. ها احكي. دقيقة شوي اشبر اشبرك، ما بنرجع نص يعني. ولي علينا يا سيدي دنيا. ايه خلصت اللقمة. لا حول حبيبي، خلص كل بعدين احكي. يلا انت يلا هات لك في صحن عندك. ايه شو بدها؟ مكدوس. ما بدها اول مكدوس. تعال تعال تعميك احطر بالمكدوس. بتحب النانرج؟ نانرج؟ ايه شو ما بدك بقى؟ تعال خذ. تعال 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 تمام حطها يلا خود تحبي خود على مهلا على من مهلا خلاص يلا سعادة الله أشبال مجلوس هاي مطبول. خلصني شباع بقى، والله لطفت لي قلبي، بدي اسمع السيرة. طيب بس لا اشرب القطرميز هاي. لك شو تشربه؟ لا يا عمي لك بيضرك، بيصير معك حموضة. يا سيدي الدنيا قالت لي ايه؟ انه كمان خلصت. دقيقة شوي شكرا.